هل يجوز ليا ان انا ادفع فلوس عشان اعمل الرخصه؟ كل ما اجي اعمل رخصه في مشاكل وفي صعوبات وساعات ما بنجحش في الاختبار، فواحد قال لي هات 3000 جنيه واعمل لك الرخصه، هل ده جائز او غير جائز؟ بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور احمد رجب، فيديو جديد يا اخوانا. اولا الرشوه من كبائر الذنوب، قال عليه الصلاه والسلام لعن الله الراشي والمرتشي، بس فاحيانا بتكون يعني جائزه للضروره. فإمتى فرق بين الرشوة الحلال والرشوة الحرام؟ الرشوة الحرام اللي تاخد حاجة مش حقك أو يسقط واجب عليك وبتدفع فلوس في مقابل ذلك، ده حرام واضح. إنما الحلال اللي هي جائزة للضرورة لما تكون جايب الورق كله وعامل كل اللي عليك، والراجل يعني عايز يتعبك ومصمم ياخد فلوس عشان يمشي لك مصلحتك اللي هي حقك، ففي الحالة دي بتديله وحرام عليه، لكن مش حرام عليك لانك مضطر وانت لم تذنب وورقك كامل ومفيش مشاكل خالص في اللي عليك، الواجب اللي عليك انت عملته، بس هو مصمم يدفع فلوس. يعني على سبيل المثال موضوع الرخصة، انا رحت اكتست اختبار القيادة ونجحت، اختبار الاشارات ونجحت، عملت كل حاجة ونجحت، جه الراجل يقول لي لا مش هديك الرخصة لما تدفع فلوس بعد ما انا نجحت وعملت كل اللي عليا. لو انا اديته فلوس في الحاله دي حلال، لان انا ما اخدتش حق غيري وعملت كل اللي عليا. انما الغالبيه بقى بيحصل ايه؟ ان هو ما نجحش في اختبار القياده، خبط القمع، بيقول لك بقى لسه تعالى الشهر الجاي، لا يا عم خد فلوس وايه واديلي الايه الرخصه. وساعات ناس بالتليفون وهي في البيت يجي لها الرخصه، وللاسف ناس ملتزمين وناس محترمين ويتساهلوا في الامر ده. لا طبعا، ما دام حضرتك في خلل عندك، ما اكتستش اختبار القياده، ما اكتستش اختبار الاشارات، عندك مشكله، يبقى لا يجوز ليك اللي انت تدفع الرشوه. لو دفعتها في الحاله دي تبقى رشوه محرمه ولا يجوز ومن الكبائر. فارجوكم يا اخوان قبل ما تدفع فلوس اسال نفسك، هل انا مادي اللي عليا وبدفع عشان ادفع شرر الراجل الشرير ده، الراجل الظالم ده، ولا انا مقصر في حاجه فعشان اتفادى التقصير بدفع فلوس؟ لو انت من النوع التاني ده، دي رشوة محرمة ولا تجوز، وللأسف تساهل فيها كثير من الناس. فطبعا طبعا وانت في بيتك تدفع فلوس من غير اختبارات ومن غير اشارات وتاخد الرخصة، ده حرام من الكبائر، وللأسف كثير من الناس تهاون في هذا الامر. دعم الفيديو بشير ولايك وكومنت اشتراك في القناة. اشوفكم المرة الجاية، والسلام عليكم.